بنتكلم النهارده عن السجاير وعن علاقتنا بيها وعلاقتنا بالشيشه وعلاقتنا بالمنبهات الاخرى غير المخدرات. احنا عندنا شكلين مهمين جدا وشكلين كبار جدا اللي هم النيكوتين والكافيين. دول موجودين في ايه؟ النيكوتين طبعا موجود في السجاير، موجود في الاشكال المختلفه من التدخين، والكافيين موجود في كل الحاجات اللي لونها اسود زي المياه الغازيه زي القهوه زي الشاي، كل دول فيهم نيكوتين. ايه اللي النهارده عندنا مشكله فيه؟ المشكله ان اي حاجه من دول بتنبه المخ. يعني ايه؟ يعني بتخلي المخ يقظ. يعني النهارده لو انا عايز اركز وخدت فنجان قهوه فانا هصحى، هصحصح وابقى صاحي كل حاجه. بس الحقيقه ان لما بيزيدوا عن حدهم بيسببوا توتر وقلق، لان هم اصلا منبهات للمخ، يعني حاجه بتخلي المخ يقظ. فانا النهارده لو خدت كميات ضخمه جدا مخي له حد معين وسقف معين من التنبيه، بعد كده هيحصل ايه؟ هيحصل له توتر وقلق. زي ناس مثلا بنشوفهم، كان قريب حد بيقول لي انا بشرب في اليوم 30 فنجان قهوه. سمعت رقم، ده رقم مهول، وهو جاي طبعا بيشتكي من مشكله نوم، اكيد هيبقى عنده مشكله نوم. النهارده بشرب كل العدد ده من القهوه في اليوم، مستحيل اعرف انام. المشكله الكبرى في القصه دي، المشكله الكبرى مع الكافيين، هم ما بنقولش ابدا ان القهوه وحشه ولا بنقول ان احنا نبعد ولا القصه خالص، بس القصه كلها في الاداره. زي ما كل حاجه بنحكي فيها بنقول ان سيطرتنا عليها مهمه، برضو اداره النيكوتين والكافيين كمنبهات امر مهم جدا. من المقوله دايما بنسمعها، انا ما ينفعش اقعد في مكان غير لو فيه شيشه. يعني لازم اروح الاول مكان فيه شيشه هقعد معاك، مفيش شيشه مش هقعد، ندور على مكان تاني فيه شيشه. هي الشيشه بقت جزء مهم جدا من الخروجه لناس كتير جدا، ولاد وبنات. برضو مش بنناقش الشيشه كظاهره مجتمعيه هي عامله ازاي، بس بنفكر فيها بتاثر علينا ازاي، او انا النهارده مرتبط بيها ليه. في عندنا حاجه في المخ اسمها الرابط. الرابط ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان انا متعود على سيجاره بعد الاكل، وسيجاره فنجان القهوه، وسيجاره الجورنان، والشيشه وانا مع اصحابي، والشيشه في الخروجه. فالمخ ربط ان انا مش هستمتع غير لو ده موجود، فبقى عندي ارتباط شرطي ان ده بيبسطني، فبالتالي ده يساوي انبساط، يساوي سعاده، فانا بعمل ده عشان اتبسط. رجوعا للكافيين، انا النهارده بشرب القهوه عشان اصحصح، انا النهارده وانا سايق فانا هشرب 3 قهوه فيصحوني. معلومه بس كده لينا، القهوه بتشتغل بعد 30 دقيقه. اللي ممكن يصححني يصحصحني دلوقتي الشوكولاته. انا خدت شوكليت، خدت مثلا، هتصحصحني من 5 دقائق لنص ساعه. بعدها بشويه القهوه هتصحصحني من نص ساعه لمده 3 ساعات، فتخليني صاحي ويقظ وكل حاجه. بس لو انا خدت حد معين من الكافيين بعده، المخ مش بيستجيب، يعني في سقف معين ليا المخ مش هيستجيب بعده، فزياده الكافيين ده مش مفيده، مش هتفيدني باي حاجه. زائد انها هتزود طبعا التوتر بتاعنا. انا النهارده عايز اخلص من القصه دي، عايز ابقى فاهم هي اضرارها عليا ايه. هي اضرارها عليا صحيا طبعا لا تعد ولا تحصى، حاجات كتير جدا. بس النهارده اللينك ما بينها وما بين المخدرات هو لينك وثيق جدا. يعني النهارده نقدر نقول بمنتهى الوضوح ونحلف على ده ان السجاير ادمان. طبعا السجاير فيها ادمان. ليه فيها ادمان؟ لان الناس بتعاني جدا عشان تبطلها، على الاقل فيها اعتماديه نفسيه وفيها اعراض انسحاب. اللي بيبطل النهارده السجاير بيكون عنده عصبيه وتوتر، شهيته الاكل بتزيد، بيكون عنده لخبطه، بيقعد يومين ثلاثه ومجرد ما بيشوف صاحبه اللي يشرب سجاير يرجع ينتكس تاني. فشرب السجاير طبعا فيه ادمان. طب هو انا ممكن الموضوع يتطور معايا لان انا شخص وصلت للاعتماديه، يعني بقيت بستخدم عكاز، وارد جدا ان انا اوصل لحاجه اعلى من كده. فالنهارده عشان اعرف افرمل نفسي محتاج ادور على وسائل استمتاع واشتغل عليها.